بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي ماما بركه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحه واتم الحال. ماما بركه النهارده هتعمل وجبه جديده، انا عملتها قبل كده كذا مره، هعمل كوارع بطريقه جديده مختلفه عن التانيه. حبايب ماما بركه تابعوا الفيديو من الاول للاخر، هتشوفوا الطريقه هتعجبكم، وتعالوا اتغدوا معانا. جميله جميله، وصفه حلوه وسهله وجميله، بالصلاه على النبي، وحاجه ترم العظم، بالصلاه على النبي. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. حبايب ماما بركه، ماما بركه بتقول لحبيبها صباح الخير، صباح الفل، وحشتوني وحشتوني، بالصلاه على النبي. ماما بركه النهارده بتقول لحبيبها إيه، انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واتم حال. ماما بركه النهارده تعمل وجبه لحبيبها حلوه جميله، انا عملتها قبل كده بس النهارده هعملها لكم مختلفه. بالصلاه على النبي هنعمل كارع اهوت، بصوا مقطعاه اهوت، بالصلاه على النبي اهو هنعمل كارع سليم اهوت. طبعا ايه عشان يبقوا شويه شوربه حلوين كده جميلين معاهم، ماسوره اهي، ماسوره اهي، هنعمل الكارع بالشرب بالماسور. هعمل طبعا ايه التوم، هعمل دمعه بصل وتوم للدمعه، هنعمل شويه رز بسمتي. يعني النهارده هعمل حبه رز بسمتي صغيرين كده، مش هعمل فته ولا بتاع. طب بقول لكم ايه، بالصلاه على النبي ما تيجوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، والله المصلى على النبي، والله المصلى على النبي. الميه بتغلي اهي، بالصلاة على النبي. بروح حاطه ايه الكرع بتاعي اهوت، بالصلاة على النبي كده سليم اهوت، انا عايزاه سليم كده شكله حلو، والماسورة معاه اهيت كده اهوت. حطينا الكرع والماسورة، بالصلاة على النبي، بصلة، جزرة، قرن فلفل، بالصلاة على النبي. حبايبي طبعا انا بحب احط قطاية، انا ضربة قوطة، احط كبشة ايه قوطة، بالصلاة على النبي كده. بصوا بقى هتبقى شوية الشوربة بقى بتاع الكرع دي جميلة. ماما بركة النهاردة بتقول لحبايبها تعالوا اتغدوا عندنا، هنعمل كوارع وشوية رز ودمعة كده، مش هفت يعني ولا حاجة، ورق لولي بس كده يستوي، اللي يقرب يستوي. واما اجي اعمل الرز يا حبايبي اوريكم، خليكم معايا. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة على النبي. طبعا شفتوا انا سقطت الكوارع وسبتها ايه يجي ساعة، ما صورت لكمش، بصور لكم بقى اللقطه الثانيه شفتوا عامله ازاي. بالصلاه على النبي اهيت. النهارده ماما بركه بتعمل كوارع، وصفه جديده ما عملتهاش لسه. يعني انا بحب اعمل الحاجه مره واثنين وثلاثه، وكل مره ايه اغير في الطريقه. النهارده ماما بركه بتعمل كوارع، بالصلاه على النبي، طريقه سهله وجميله، وبعمل يعني نوع جديد. هعمل طبعا عملتها فته، عملتها بدمعه، النهارده هنعمل شويه رز بسمتي صغيرين ومع الكوارع. طبعا انا حطيت ايه بس ايه الورق اللون. طبعا بالصلاه على النبي هحط الفلفل الاسمر اهوت، هحيق عشان هي قربت تستوي. بالصلاه على النبي انا بحيق بملح بشطه اهوت، بالصلاه على النبي. طبعا ايه على ما تستوي واجي اعمل رز يا حبايبي، بالصلاه على النبي هوريكم، خليكم معايا. فلحت البوتاجاز اهوت. طبعا هنعمل ايه بقى، هنقلي ايه للدمعه بتاعت الكوارع، بالصلاه على النبي. طبعا انا حطيت اللي خربت البصله دهنه اهيت من اللي انا مسيحاها، انا بقلب دهنه، بالصلاه على النبي اهو، حطيت الدهنه اهيت. تعالوا معايا شوفوا الكوارع برده، بالصلاه على النبي شفتوا عامله ازاي. بالصلاة على النبي ماما بركة النهاردة بتعمل كوارع، حبة رز بسمتي كده ودمعة وكوارع، بالصلاة على النبي. طبعا عملت ايه بقى، حطيت السمنة هي، حطيت الدهنة، طبعا اقلب شوية، واما اجي احط التومة يا حبايبي عشان الفيديو ما يبقاش طويل اوريكم، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا البصلة داخلة على دهب هي، بالصلاة على النبي. بروح حاطة معلقة التوم كده هي، بنقلب الكوارع، بالصلاة على النبي، مكعب شوربة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا على ما تسبك تسبيكتي وكوارعي تستوي، اما اجي اعمل الرز يا حبايبي برضه، بالصلاة على النبي اهو، حطيت التومة، حطيت الفلفل الاسمر، الملح ابو شطة، حطيت مكعب شوربة. بالصلاة على النبي النهارده ماما بركة بتعمل كوارع وماسوره كده، سلقت ماسوره مع الكوارع كده تبقى شويه شوربه حلوين مغذيين.
الشتا داخله بقى كل سنه وانتم طيبين، بتبقى عايزه الحاجات الشوربه الحاجات الدافيه دي، نابت سخنه عدس سخن شوربه سخنه حته لحمه في حب الشوربه حاجات سخنه كده حم الشام، نعمل الحاجات السخنه دي كل سنه وانتم طيبين. الشتا داخله نعمل كل حاجه بقى حلوه كده تغذينا، نطلع من الشتا بالصلاه على النبي، حلوين بالصلاه على النبي. طبعا اقل التقليه اهي تخليكم معايا هفشها، وطبعا ايه عبال ما تتسبك واجي اعمل الرز هوريكم يا حبايبي بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما صلى على النبي، بالصلاه على النبي. وتيجوا تتغدوا معانا كوارع ورز، وصفه حلوه وسهله، ماما بركه عاملاها سهله، بالصلاه على النبي اهي، بالصلاه على النبي. عبال ما تتسبك يا حبايبي هوريكم، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين التسبيكه بقى بتاعه الكوارع عامله ازاي؟ بالصلاه على النبي، عامله شويه تسبيكه بقى ايه شاه بالتومه والبصله كده جميله، بالصلاه على النبي. طبعا انا كده ايه خلصت التسبيكه، كوارع اهي خلاص داخله على سوا، خلاص اهي بالصلاه على النبي، شفتوا عامله ازاي؟ فشرت من بعضيها، بصوا بالصلاه على النبي. طبعا هعمل ايه بقى الرز ايه؟ خليكم معايا نعمل الرز. سمنه اهي بالصلاه على النبي اهو، حب الزيت. هنعمل النهارده شويه رز بسمتي كده جنب الكوارع، شويه حلوين اهم يعني مش مكتره، تمشي الوجبه بس كده بالصلاه على النبي اهو. هعمله ابيض المره دي، مش هعمل كركم عليه ولا حاجه. الملح بالصلاه على النبي اهو. طبعا ايه عبال طبعا خلصت الدمعه، الكوارع خلاص ايه على سوا، عبال الرز ما يستوي بتاعي بالصلاه على النبي هوريكم الوجبه، وجبه جميله تحفه بالصلاه على النبي. تعالوا اتغدوا معانا، ماما بركه النهارده عامله كوارع ورز بسمتي ودمعه، مش عامله فته ولا حاجه، لا انا عامله شويه رز مع الكوارع كده، يعني ايه حاجه جديده برده، انا بحب ايه اغير في الاكلات بالصلاه على النبي. دي طبعا ايه كوبايه رز بسمتي، كوبايه رز البسمتي غير البلدي، كوبايه بتحتاج كوبايتين ميه، اما البلدي بيحتاج ميه قليله عن البسمتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والله اللهم صل على النبي. عملت الرز اهو، عبال ما يستوي رزي هوريكم الوجبه كامله بقى على بعضيها، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حبايب ماما بركه، حبايب ماما بركه، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. تعالوا اتغدوا معانا، ماما بركه النهارده عامله كوارع حلوه، حطيتها في الشوربه وحاطه الصلصه لوحديها، وحبه رز بسمتي كده صغيرين جميلين، كوبايه رز حلوه، تزودي المقادير لو انت عايزه، انا عاملاها على قد الغدوه كده يعني غدوه خفيفه، شويه الشوربه بقى هسوي بيهم محشي كده على كيفي. بالصلاه على النبي طبعا عامله ايه بقى؟ انا عامله طرشي عاملينه مع بعض مع الزيتون، طبعا بالصلاه على النبي. الرز اهوت رز بسمتي ابيض، الكوارع بالصلاه على النبي شفتوا عامله ازاي؟ شهيه، وتعالوا كلوا معانا، وجميله وطعمه بالصلاه على النبي. الترشي بقى بتاع ماما بركه اللي عملته اهوت بالصلاه على النبي، خشوا على اللينك هتشوفوه، جزر على فلفل على خيار مقطعه كده، حاجه جميله كده جميله، الاكل جميله. بصوا بالصلاه على النبي، طبعا الرز برده بسمتي، الصلصه شويه صلصه بقى تحفه 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 بالصلاه على النبي، جميلين. تعالوا كلوا معانا، هتعجبكم الوجبه بالصلاه على النبي، الوجبه حلوه وبالصلاه على النبي. استنوني في الفيديو الجاي.